بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة، ومرة أخرى مع كتاب يليغي كومبخوندر. طبعا نستأنف مع النص الذي كنا قد رأينا، ليدو شاف سويت كما عندنا هنا، إذن المعزتين، ثم عندنا تابع سويت. طبعا كنا قد توقفنا عند الفقرة الثانية كما عندنا هنا، إلى بوتيت شاف نوار بسلطات دون أن غران كو أفيك سون فخو على بوتيت شاف بلانش avec son front à la petite chèvre blanche. La chèvre blanche baissa aussi la tête et pon, elle donna aussi un coup avec son front. Pon, 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 les deux chèvres se poussaient avec leur tête. Et savez-vous ce qui arriva? Elles se poussèrent bien fort et patatras, elles tombèrent tous les deux dans le fossé. Idem, pon, 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 عندنا هنا تبادل ضربات بين المعزتين. Les deux chèvres se poussaient. إذن المعزتين الاثنتين se poussaient. طبعا كما نقول أنهما يتدافعان. Avec leur tête. أنهما يتدافعان برأسيهما. طبعا إلى خذينا هذا الفعل هذا se poussait. ممكن أننا نتحدث عن le verbe pousser. فعل دفع. Le verbe pousser c'est un verbe transitif. إذا نتكلم عن فعل متعدي. إذا نتكلم عن se mettre quelque chose, quelqu'un, à une pression ou à un choc, de manière, comme on appelle, à le mettre en mouvement, dans une direction. يعني أنك تجعله بحيث أنك تجعله في حركة في اتجاه معين. طبعا هذا الفعل هذا اللي هو pousser s'oppose à tirer. يعني أنه يعكس tirer جرة. يعني أنك تجر شيئا ما عكسه أنك تدفع. إذا نتكلم عن pousser un meuble contre un mur. Pousser un meuble contre un mur. يعني أنك تدفع أتاتا بمحاداة الحائط، بمحاداة الجدار. يعني أنك تلصق هذه الأتات على جانب الجدار. Faire aller un être vivant devant soi. أنك تعمل على سير un être vivant. إذا نتكلم هنا عن كائن حي devant soi. يعني أمام الشخص. إذا نتكلم عن فاعل ما، الشخص الذي يقوم بهذا الفعل، أو أيما شخص آخر، أو أيما فاعل آخر، أنه يجعل كائنا حيا يسير أمامه. فاغ ألي أن إذا نتكلم عن كائن حي، دوفون سوا، يعني أمام الشخص، دون زون ديريكسيون ديتيرميني، يعني في اتجاه معين، في اتجاه محدد، باغ أون أكسيون كونتيني. يعني من خلال واحد الفعل متتالي أو فعل متتابع. يعني أنك تقوم بفعل ما، سواء أنك تدفعه أو أنك فقط بالصوت أنك توجه له الكلام مثلا حتى يسير أمامك. إذا أنت تدفعه. نقول مثلا لو بيرجي بوس سون تروبو دوفون لوي. إذا نتكلم عن الراعي أنه يدفع قطيعه أمامه. أمامه هو. إذا أمامه. Le berger pousse son troupeau devant lui. الراعي أنه يدفع قطيعه son troupeau قطيعه devant lui أمامه. طبعا هاد لو فيرب هذا اللي هو لو فيرب بوسي ممكن أنه يأتي على شكل فيرب انترانزيتيف كما نقول فعل غير متعدي، ولكن هي فقط ضمنيا، هو متعدي ضمنيا إن صح التعبير. فيغ ان افور ان بوسون كيلكا أو بيا كيلكو شوز. نقول مثلا نو بوسي با ne poussez pas. إذا لا تدفعوا، لا تدفعوا، توقفوا عن الدفع. ما معنى هذا الكلام؟ ne poussez pas، لا تدفعوا. المقصود لا تدفعوا هذا الشيء، لا تدفعوا هذا الشيء الذي نحن بصدده. إذا نقول ne poussez pas، لا تدفعوا. إذا كما تلاحظوا بأن الفعل هنا ما تحتاجش واحد لو كومبليمون دوبجي ديريكت، أنه ما تحتاجش كما نقول مفعول به. يعني ضمني هو راه كاين، ولكن أنه يأتي هكذا في الكلام. بعد مرات تيجي هاد لو فيرب بوسي في معنى آخر ديال سو ديفلوبي، أنه يتطور أو أنه ينبت. نقول مثلا إيل بوس كوم أن شامبينيون. إيل بوس كوم أن شامبينيون، يعني أنهم هم ينبتون أو يتطورون مثل الفطر، يتكاثرون مثل الفطر. إيل بوس كوم أن شامبينيون، إذن هم ينبتون كما نقول أو أنهم يتكاثرون أو أنهم يتطورون كما شامبينيون مثل فطر. إذا نتكلم عن سو ديفلوبي رابيدمون، إذا نتكلم عن تطور بشكل سريع.
عندنا مثال آخر لناتالي ديلورم لو مورتر بارفي اي دو بوسي لوتر او سويسيد. لو مورتر بارفي اي دو بوسي لوتر او سويسيد. لو مورتر بارفي كما نقول القتل الكامل، القتل الكامل كما نقول. ما معنى هذا الكلام؟ نتكلم هنا عن جريمة القتل، لو مورتر بارفي، إذن القتل الكامل كما نقول أنه مكتمل الأركان، اي دو بوسي لوتر او سويسيد، هو أن تدفع الآخر، إذن عندنا هنا لو فيرب بوسي كما تلاحظوا، أن تدفع الآخر او سويسيد إلى الإنتحار. إذن ممكن أنك تكون مسؤول بشكل غير مباشر عن شخص آخر تدفعه للإنتحار، سواء أنك تضعه في ظروف معينة قاهرة مثلا تجعله ينتحر، أو أنك تقنعه مثلا بأفكار معينة تجعله ينتحر. في الحقيقة أنت القاتل، وقاتل بشكل كامل كما نقول، كأنك قتلته بسكين أو بأي أداة أخرى. إذن لو مورتر بارفي اي دو بوسي لوتر او سويسيد، إذن القتل الكامل هو أن تدفع الآخر إلى الإنتحار. طبعا هي قولة لناتالي ديلورم كما قلنا. لو فيرب بوسي ممكن أنه يعني نبتة. دون لي مونطان لي زارب بوس دو بلوس أون بلوس، في الجبال الأشجار تنبت أكثر فأكثر. نقول مثلا نو شوفو بوس دونفيرون 0 مليمتر في يوتخو باغ جور. Nos cheveux poussent d'environ 0 mm de yotro par jour. Nos cheveux poussent d'environ 0 mm de yotro par jour. شعرنا نتكلم هنا عن مجموعة الشعر كما نقول. Nos cheveux لا نتكلم عن شعر واحد. Nos cheveux إذا نتكلم عن شعرنا، نتكلم عن مجموعة شعر. Poussent d'environ 0 mm de yotro par jour. إذا أن تنبت بحوالي 0 mm فاصلة 3 par jour في اليوم. Soit environ 1 cm par mois. فليكن كما نقول حوالي سنتيمتر واحد باغموا في الشهر. إذا المقصود هنا بما يعني، هذا يعني ما معدله سنتيمتر واحد في الشهر، تقريبا أن الشعر ينبت بحوالي سنتيمتر واحد في الشهر. هناك معاني أخرى لي لو فيغ بوسي، فعل دفاع كما عندنا هنا مثلا بوسي ديكخي، أنك تدفع صرخات، المقصود أنك تبعث بصرخات. نقول مثلا pousser des cris perçants. Pousser des cris perçants. يعني أنك تدفع بصرخات ثاقبة. بعد مرة نتكلم على لا بيرسوز، أو نتكلم على لوفير بيرسي. بيرسوز إذا نتكلم عن الثقابة. بيرسي يعني أنك تثقب. Pousser des cris perçants يعني أنك ترسل بصرخات ثاقبة، أنها تثقب الأذن. إذا المقصود بهاد pousser des cris، المقصود بها émettre des cris. أمتر ديكري. طبعا هادشي اللي تكلمنا عليه هنا تكلمنا فقط على لو فيغ بوسي. لو فيغ بوسي ممكن انه ياتي في كل هذه المعاني. طبعا الذي عندنا في النص طبعا هو لو فيغ سو بوسي، فعل دفع نفسه كما نقول. ستان فيغ برونومينال، اذا نتكلم عن فعل ضمير ان صح التعبير. اذا عندنا هنا لو فيغ سو بوسي، فعل دفع نفسه. طبعا من حيث التعريف ممكن انه يعني افونسي en poussant les autres. Avancer en poussant les autres. يعني أنك تتقدم دافعا الآخرين. وممكن أنه يعني s'écarter pour laisser passer. S'écarter pour laisser passer. يعني أنك تتجنب إلى مكان لتجعل الناس تمر. تخلي مكانا ما لتترك المرور. S'écarter pour laisser passer. أنك تدفع بنفسك إلى جانب ما حتى تترك الطريق للآخرين. بمعنى آخر كما نتكلم عن سوغوتيغي دان اوندوا بوغ ليسي دو لا بلاس، يعني أنك تسحب نفسك من مكان ما بوغ ليسي دو لا بلاس، من أجل أن تترك المكان، من أجل أن تترك المكان للآخرين. نقول لشخص مثلا بوسي فو بوغ كو نو بويسيون نو زاسواغ. بوسي فو بوغ كو نو بويسيون نو زاسواغ. إذن بوسي فو كما نقول اجعل نفسك تنسحب بوغ كو نو بويسيون نو زاسواغ، حتى نستطيع الجلوس. طبعا عندنا هنا لو فيغ بوفوار بور كو نو بويسيون. اذا عندنا هنا لو سبجونكتيف الخاص بفعل بوفوار. اذا بوسيفو، اذا عندنا امر هنا بوسيفو. عندنا لو فيغ سو بوسي، بوسيفو انسحبوا كما نقول. بور كو نو بويسيون نو زاسواغ، حتى نستطيع الجلوس. اذا طبعا عندنا هنا لو فيغ
سوبوسي، ولكن الذي عندنا في نصنا المقصود به تدافع، كل معزة تدفع الأخرى. إذن عندنا بون 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 لي دو شيفر سوبوسي، إذن المعزتان أنهما تتدافعان افيك لوغ تيت برأسيهما، أنهما يستعملان رؤوسهما لتدفع كل واحدة الأخرى. إي سافيفو سوكي أغيفا، إي سافيفو سوكي أغيفا، وهل تعرفون ماذا حصل؟ طبعا كما ذكرنا فيما سبق لو فيرب أغيفي هذا فعل وصل، ومن مثلا كلمة لاغيفي يعني الوصول، ولكن عندنا هنا إي سافيفو وهل أنتم تعرفون. طبعا هنا عندنا لو فيرب سافوار، هنا عندنا لو فيرب سافوار فعل عرفة، فعل عرفة، ومنها مثلا كلمة لو سافوار يعني نتكلم على المعرفة، لو سافوار المعرفة. بعد مرة نتكلم على لو سافوار فير، لو سافوار فير، بالخصوص ملي نتكلم على واحد المعرفة مهنية ديال واحد الشخص اشنو تيعرف يدير، لو سافوار فير. اي سافيفو وهل انتم تعرفون سو كي اغيفا ماذا حصل، اذا ماذا حصل. ايل سو بوسير بيان فور، إذن هما كان يتدافعان بيان فور بقوة كبيرة. أي ثم باتاتخا، باتاتخا طبعا كلمة باتاتخا نستعمله للتعبير عن واحد الصوت تيكون غالبا مرفق بتكسير، يعني تنسمو شي حاجة تهرسات وعطات واحد الصوت، إذن نتكلم عن باتاتخا. إل سو بوسير بيان فور إي باتاتخا، إذن هما كان يتدافعان بقوة كبيرة. إي باتاتخا، ثم سمع صوت غالبا أن هناك شيء ما تكسر، ولكن هل فعلا أنه صوت شيء تكسر؟ هو في الحقيقة صوت المعزتين، ماذا حصل لهما؟ إل طومبيغ، إذن هما سقطتا توت لي دو، كلتا الإثنتين دون لو فوسي في الخندق، إذن هما بجوج سقطوا في الخندق. إذن طبعا عطاو واحد الصوت كبير حتى اعتقد بأنه لشيء ما قد تكسر. إل سو بوسير بيان فور، إذن هما كان يتدافعان بشكل قوي. إي باتاتخا، ثم سمع هذا الصوت كما ذكرنا. إل طومبيغ، طبعا هنا عندنا لو فيرب طومبي، فاش نصرف هذا؟ طبعا لو فيرب طومبي ثم لو فيرب بوسي، ثم لو فيرب بوسي أنهما مصرفان في لو باسي سامبل. طبعا لو باسي سامبل أنه من الأزمنة اللي تتستعمل في القصة بشكل كبير، لو باسي سامبل تتستعمل في القصة لأنه تفيد السرعة، وملي تنتكلم على واحد القصة مثلا الأحداث ديالها تنحكيها وكأنها تتم بسرعة، طبعا تتعطي واحد الحيوية لهذه القصة. إذن هذا علاش تنستعملو لو باسي سامبل. Elle se poussait bien fort et patatra. Elles tombèrent toutes les deux dans le fossé. إذن هما سقطتا كلتا الاثنتين دون الفوسي في الخندق. ثم elles se firent bien mal sur les pierres du fossé. Elles se firent bien mal sur les pierres du fossé. Elles se firent bien mal sur les pierres du fossé. Elle bêlait tristement. Elle ne pensait plus à se disputer. إذن elles se firent bien mal sur les pierres du fossé. إذن هما فعلتا لنفسيهما bien mal، كما نقول سوءا كبيرا. إذن هما أضرتا ببعضهما البعض، كل واحدة منهما سببت للأخرى سوءا كبيرا. طبعا هنا عندنا لو فيرب سو فير، بعد مرة نتكلم على لو فيرب فير، أحيانا نتحدث عن لو فيرب فير فعل فعل، جعل، عمل أو عمل. إذا نتكلم عن لو فيرب فير، هنا عندنا سو فير كما نقول فعل لنفسه، أو نتكلم عن مجموعة عناصر أنها فعلت لنفسها، كما عندنا هنا مثلا المعزتين أنهما فعلتا لنفسيهما ماذا فعلتا؟ بيمال، سوءا كبيرا أو سوءا شديدا إن صح التعبير. إل سو فير بيمال سور لي بيير دي فوسي، إذن هما جعلتا نفسيهما في شر كبير إن صح التعبير بالسقوط على الصخور أو الأحجار الخاصة بهذا الخندق. عندما سقطتا فهما سقطتا على الصخور
الموجودة في الخندق، وبالتالي فهما تسببتا لنفسهما في سوء كبير من خلال السقوط على هذه الأحجار أو على هذه الصخور. Elles se firent bien mal sur les pierres du fossé. ثم بدأتا تصرخان با 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 ال بالي. طبعا هنا عندنا لو فيرب بالي ال بالي تريستومون. إذا هما بدأتا تصرخان تريستومون بشكل حزين. تريستومون بشكل حزين نقول عن شخص بأنه ان اوم تريست، إذا نتكلم عن رجل حزين. ان انفون تريست، إذا نتكلم عن طفل حزين، طفل حزين. ال بالي تريستومون هما كانتا تصرخان بشكل حزين. طبعا لو فيرب بالي، لو فيرب بالي انه عادة تستعمل للتعبير عن الأصوات الصادرة من الماعز أو من الخرفان أو من الأكباش. بالنسبة للحمار مثلا نستعمل فعل نهق، بالنسبة للحصان نستعمل مثلا فعل سهل أو سهلة، ولكن بالنسبة للماعز وللخرفان نستعمل لو فيرب بالي. آل بالي، إذا هما كانتا تصرخان تريستومون بشكل حزين. آل نو بونسي بلو أسو ديسبوتي، إذا هما لم تعودا تفكران بعد أسو ديسبوتي في الصدام أو في العراك، أنهما يتصارعان، أنهما يتبادلان الصراع أو يتبادلان العراك إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو فيرب سو ديسبوتي كما نقول فعل تعارك أو تصارع إلى غير ذلك. إل سو فيغ بيان مال سور لي بيغ دي فوسي با 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 إل بالي تريستومون إل نو بونسي بلو. طبعا هنا ما قلناش elle ne pensait pas, elle ne pensait pas، يعني هما لا تفكران، كما نقول بأنهما أصلا هما لا تفكران، ولكن في الحقيقة أنهما كانتا تفكران في الصراع بداية. كل واحدة منهما كانت تهدد الأخرى، كانت تصر على الصدام مع الأخرى. إذا لا نتكلم هنا عن elle ne pensait pas، يعني أنهما لم تكونا تفكران. طبعا هنا عندنا لو فيرب بونسي كما تلاحظوا مصرف الامبارفي، هنا لو فيرب بونسي كونجيي الامبارفي. إل نو بونسي با، إذا هما لم تكونا تفكران، ولكن هنا ما عندناش كما قلنا إل نو بونسي با، عندنا إل نو بونسي بلو، يعني أنهما لم تعودا تفكران. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنهما من قبل كانتا تفكران في هذا الأمر، لكنهما بعد السقوط من فوق الخشبة على أحجار أو صخور هذا الخندق، ثم بعد إصابتهما إصابات قوية صح التعبير في رجليهما وفي جسديهما، إذن هما بدأتا يتألمان، بدأت الماعزتان تتألمان، وبالتالي إل نو بونسي بلو، لم تعودا تفكران أسو ديسبوتي في الصراع، أسو ديسبوتي في أن تتصارع، أن تتبادل الصراع. إذن ثم elles remontèrent sur le chemin en boitant et en bêlant. Elles remontèrent sur le chemin en boitant et en bêlant. إذن هما تصعدان sur le chemin، كما نقول على الطريق، المقصود أنهما تصعدان إلى الطريق en boitant. طبعا هنا عندنا لو فيرب بواطي، عندنا لو فيرب بواطي فعل عرجة، أنهما تسيران وهما تعرجان. et en bêlant، ثم أنهما تصرخان. et retournèrent à leur bergerie. et retournèrent à leur bergerie. ثم أنهما عادتا à leur bergerie إلى حظيرتهما. نتكلم على الحظيرة الخاصة بالماعز وبالأكباش وبالخرفان، تسمى bergerie. chacune de son côté. طبعا في المذكر نقول chacun de son côté، كل واحد من جهته. إذن هذه ذهبت من جهتها إلى حضيرتها، وهذه عادت من جهتها إلى حضيرتها. إذن الغومونتير، طبعا هنا عندنا لو فيرب غومونتي، ممكن أنه يعني كما قلنا فيما سبق أنه صعد مرة أخرى. نتكلم أحيانا عن لو فيرب مونتي، لو فيرب مونتي فعل صعد. الغومونتير كما نقول أنهما صعدتا مرة أخرى، ولكن هنا كما ذكرنا مسبقا مثلا نقول لو شوما ديسون إي غومونت، إذا نتكلم عن الطريق أنها تنزل ثم تصعد. إذا طبعا أحيانا نستعمل لو فيرب مونتي للدلالة على الصعود فقط، ولا نتحدث هنا عن التكرار. إذا هنا
الغمونتير، إذن هما تصعدان سيغ لو شوما إلى الطريق أون بواطون. إذن طبعا أثناء الصعود أون بواطون يعني وهما تعرجان، إذا نتكلم عن أون بواطون هذه صيغة طبعا، نتكلم على لو جيرونديف، نتكلم على لو جيرونديف، إذا نتكلم عن هاد لو مود أون بواطون في الوقت الذي كانت فيه تصعدان، إذا هما كانتا تعرجان إي أون بيلون، وفي نفس الوقت أنهما كانتا تصرخان إي أون بيلون وصارختين إي غوتورنيغ، ثم أنهما عادتا ألوغ بيرجوري، ألوغ بيرجوري إلى حضيرتهما شاكين دو سون كوتي، كل واحدتين من جهتها، إذن كل واحدتين أخذت الطريق الذي كان من جهتها. فوالا سو كي أغي بيان سوفون لوسكون سو ديسبيوت، فوالا هكذا سو كي أغي بيان سوفون الذي يحصل غالبا جدا لوسكون سو ديسبيوت، عندما نتصارع، عندما نحن الناس عندما نتصارع. إذن هنا استنتاج من الكاتب من خلال القصة ماذا يحصل للإنسان أحيانا، أنه يحدث له مثل المعزتين لا فرق. طبعا ونحن نرى هذه القصة وكأنها شيء بعيد عنا نحن، لكن في الحقيقة هذا يحصل كثيرا للناس، أنهم يتصارعون من أجل أشياء تافهة ويسببون لأنفسهم آلاما كثيرة ويسببون لأنفسهم شرورا كثيرة بهذه الصراعات. إذن طبعا في الفقرة القادمة نستكمل مع بقية مصطلحات الخاصة بهذا النص. إلى ذلك الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.